أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يمكن أن يتمثل الشيطان بصورة إنسان مثل ما أن جبريل عليه السلام قد يتمثل بصورة إنسان؟ نعم، تمثل الشيطان بصورة إنسان، صورة الحي وصورة الميت. مر بكم أنه عباد القبور يتمثل لهم الشيطان بصورة الميت ويخاطبهم ويقول: أنا أسمع دعاءكم وأحضر لكم حاجاتكم، وما لأجل أن يغرهم. نعم.